بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله، أحييكم أخوتي بتحية الإسلام، تحية الإسلام، السلام عليكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية، وندعو إن شاء الله بإذن الله اليوم، ندعو إن شاء الله بإذن الله اليوم جمعة، نهار تاع جمعة، ندعو للي مريض ربي يشافيه واللي صحيح الله يعافيه، ونطلبوا ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله، وتولي المياه الى مجاريها. نحييكم بتحيه الاسلام خوتي، السلام عليكم، السلام ورحمه الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بصحه وعافيه وبخير وعلى خير. اليوم كاين واحد الاصدقاء كانوا درت واحد الفيديو هذا شحال تاع شو كي تكرط باش تكرط، قال لك اودي ورينا كيفاش نصيدوا بالسكالوب، كيفاش الصياده بالسكالوب، معلومه على السكالوب. ان شاء الله باذن الله غادي نبداو بسم الله على بركه الله، باش ما نطولش على اخوتي. شو المعلومه الاولى اللي جبتها لكم اليوم قبل ما نوريكم المونتاج تاع السكالوب، كيفاش تمونطي بالسكالوب. المعلومه اللي ان شاء الله باذن الله اللي فيها الفائده، خاطر السكالوب كي تصيد به السكالوب بوحده ما يجيبش نتيجه كيما دير لها الطريقه اللي غادي نوريها لكم ان شاء الله باذن الله اليوم. السكالوب كيما راه هكذا، هاو راه عندي سكالوب هكذا تصيد به كيما راه هكذا، ما يديرش نتيجه حتى لا يدير نتيجه قليله، يدير نتيجه بصح يديرها قليله. بصح غادي نعطيكم معلومه ان شاء الله باذن الله باش دير به نتيجه، ونتيجه تكون مليحه ان شاء الله باذن الله، تكون فيها فائده ان شاء الله باذن الله، تكون مليحه ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله. سكالوب هذا تخدمه لي طونش كيما راه هكذا، تخدم لي طونش كيما راه هكذا، وتجيب باطا، كاين بايت صغار، تجيب باطا صغيره وتفرشه، دير هاد لي سكالوب، تفرشه في ديك الباطا، تفرشه في ديك الباطا، كي تفرش حوالي 10 ولا 11 حبه كيما هذا، دير في وسطهم معاهم، دير معاهم واحد زوج حبات ثلاثه تاع السردين ولا لاطشا، ولا المهم تكون سردين ولا لاطشا، سردين صغيره ولا سردين معفنه ولا ريسان تاع السردين ولا مصرانه تاع السردين، ديرها معاهم. هذيك السردين علاش ديرها معاه هذا السكالوب، ديرها مع هذا السكالوب. كي ديرها معاه ما ديرهاش تمتم في الكونجاتور، ديره وخليه برا، خليه واحد ساعتين ولا تسويع، هذاك السردين يطلق الدم نتاعه، كي يطلق داك الدم نتاعه هذا يولي سكالوب، يولي يشرب داك الدم، هذا السكالوب يولي هذاك الدم ياسبيريه كاع، يشربه السكالوب. كي يشربه السكالوب كي تولي تصيد به، تولي يطلق ديك الرائحه تاع السردين، تولي كل اللي راك تصيد بالسرد تولي يطلق واحد الرائحه تاع السردين، هذيك الرائحه تاع السردين وداك الدم تولي تاتيري الحوت، تولي الحوت ياكل عليه. هذه معلومه ان شاء الله باذن الله، نتمنى ان شاء الله تكون فيها فائده، وجربوها ان شاء الله باذن الله تكون فيها فائده، لخاطر كما فهمتكم انا شحال من خطره، انا اي فيديو نجي نديرها، اي معلومه نجي نديرها، خصني تكون متاكد منها، وبالتوفيق بالله سبحانه عز وجل. هذا من فضل الله، حنا نقولوا هكذا وكل شيء، هذا قادر ديرها ما ياكلش عليك الحوت، هذا توفيق من عند الله سبحانه عز وجل. الانسان كيجي يصيد يدعي الله، يطلب ربي، يسبح، هذا الصوالح قاعد، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، حنا نوريو في سبيل الله، والكمال على ربي. حنا نتمنى ان شاء الله ديروا كاع الناس دير نتائج مليحه، ودير صياده مليحه، ودير هذا، حنا نفرحوا، حنا ماذا بينا تكون الصياده تكون كاينه، وماذا بينا خوتنا كاع يديروا النتائج، وربي يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله، باش ما نطولش على خوتي. بون، هذه النقطه الاولى، خصك ديرها مع السردين، ديرها في الباطا كما فهمتكم، وديرها مع السردين. ريسان تاع السردين، السردين راه شويه غاليه، بنادم كيشري لداره، كيلو ولا باش ياكل، ولا كيلو ورطل، ولا دوك الريسان المصاري هذوك ما يقيسهمش، يديرهم في الباطا ويدير معاهم هذا السكالوب، هذا يحط هذا السكالوب يفرشها معاهم، ويفرشها فوقهم، ويخلي السكالوب يشرب داك الدم، ويشرب داك كيسمو، تولي فيه النتيجه. الا كان كيما هكذا النتيجه من ذاك مثلا، حتى هكذا ياكل عليه الحوت، حتى هذا مانيش نقول ما ياكلش عليه الحوت، حتى هذا ياكل عليه. الا كان هكذا 70% كي دير له السردين تولي النتيجه تزيد، تولي النتيجه تزيد 90-80% ان شاء الله باذن الله، حتى 100% تكون النتيجه مليحه ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. بون، غادي نمشيو للمونتاج تاعه. المونتاج تاعه ساهل، ماشي حاجه كبيره، المونتاج تاعه ساهل. خوتي بزاف اللي كيما هاد اليامات راه الشرقي، البحر راه شرقي، هاد اليامات شرقي بزاف، البحر صافي البحر. انا نوصي خوتي في سبيل الله، ماذا بينا ماذا بكم، صيد بالكرنب كيما كل خطره راني نفهمكم على الكرام فينيكا. الكرام فينيكا فيه نتائج كبيره. شو الحكمه تاع الصياده كومبلي، الحكمه كاع تاع الصياده في كومبلي هنا في الباطلي،
كاع اللعب تاع الصياده، كاع اللعب تاع الصياده، كاع التحيلات اللي تحيلها مع الحوت، استدير لا تكنيك تاع الصياده تاع الحوت 70% هنا في الباطلين، 70% في الباطلين، هذه في الباطلين تلعب في الباطلين، خصك تعرف تلعب في الباطلين. البحر يكون ماريا كيصيد، الباطلين كيصيد بها، البحر يكون كالما، الباطلين كيصيد بها، البحر يكون، البحر يكون مخروض، البادلين كيصيد بها، البحر يكون صافي صافي، البادلين كيصيد بها. خص تكون هادو معلومات يكونوا عند الصياد، يكونوا عنده كاملين. اليوم ان شاء الله باذن الله نطرقوا لوحدينا، ومن بعد عاود نزيد نوري لخوتي المعلومه اللي نعطيك، المعلومه اللي فيها الفائده، اللي فيها الفائده، اللي فيها الفائده. كي يكون البحر صافي كيما ديما تشركي، رقق البادلين، رقق، خدم من 26 وروح مولي، وطول البادلين، البادلين متر متر وعشرين، معليش معليش طول البادلين، لخاطر هاد اليومات ماراش كاين الماريا، بحر ماراش كاين الماريا، كيما انا هوت هادي نهار الثلاثة ولا كنا في البحر، بحر بلا ماريا، والمرة اللي فاتتني هوت البحر بلا ماريا، هاد اليومات راه البحر، المهم كي راه هادي صح نكون عاود ندير لكم معلومات عليها تاع القمرة، لخاطر تحكم الماريا تحكم فيها القمرة، والعلم لله، العلم لله، حنا دايما نتكلموا نقولوا حنا الشيء اللي نعرفوه نوريوه، حنا ما علماء، ما احنا ناس بسطاء، ربي عطانا هذه الموهبه، رانا نتجدد نجربوها بتجربات، رانا الحاجه اللي نجبروا فيها نتيجه ونجبروا فيها فائده نمدوها لخوتي، والعلم لله والكمال على ربي، احنا ندعو الله، الله يوفق الجميع والله يسهل الجميع، هذا ما نقول، بسم الله على بركه الله. كما فهمتكم هذه اللي ما تبحر شويه شركي، بنادم يرقق الباطلين وطول شويه الباطلين، ماريا ما راش كاينه، طول الباطلين معليش، طول الباطلين غير طولها متر متر و20، والباطلين يخدم بها كيكا كيما الدورات، الدورات الدورات السحر والغليظ هادو، وكاع يبغوا الباطلين رقيقه، يبغوا الباطلين 20 طيح فيك ران مليح شباب، 26 22 بهادو تخدم، وكيضرب لك شويه تحاول تحاول. واه بسم الله على بركه الله، غادي نبداو ان شاء الله باذن الله، غادي نوريكم المونتاج تاع اسكالوب، هذا هو مورسو تاع اسكالوب، هيا الامسون تاعي اللي خدمه بالباطلين، ساهل ماشي حاجه كبيره. بون تبدا من هنا، هيا من هنا من فوق كيما راك تشوفوا هكذا، تغرس ها تغرس الاولى، شغل تجي تغريزه ها هكذا، وتعاود فين خرجت تعاود تغرس واحدة أخرى، وتعاود تخرج ها ها، تعاود تخرج كيما راه هكذا، تعاود فين فين خرجت تعاود تدخل تغريزة واحدة أخرى، شغل يجي مغرز هكذا، تمشى معاه، تكون المورسو تاع السكالب يكون شوية طويل باش باش يأثيري شوية الحوت، هادي كيما راكو تشوفوا هكذا، هنا تجبد الخيط، كي توصل هنا الفوق كيما راه هكذا، هاي دي الامسو كيفاش يجي، هاي الامسو كيفاش يجي، هاي الامسو كيفاش يجي، والخيط ها يجي الخيط ها على مرس كيفاش، هذه هي لامورس اللي كانت جهه، الا كانت كاين الحوت الصغير المرايا اللي تاكل دير لها الماجيك، ما كانتش كاين مرايا وكان البحر المرايا قليله وهذا، صيد به هكذا من احسن، صيد به هكذا بلا ماجيك، بلا ماجيك كيما راه هكذا، بلا ماجيك كيما راه هكذا، تصيد به هكذا اليابارو كيما اللو يضرب عليه غايه الغايه، انا الدورات ما صيدتهاش به من الكذب حرام، ما نقولكمش تضرب عليه الدورات وتضرب عليه وتضرب عليه وتضرب عليه كذب حرام، انا ما انا اللي صيدته به نقول لكم عليه، انا هذا هذا السكالوب صيدت به، ضرب عليا اللو ضرب عليا بزاف فيه، وضربت عليا التشوله ضربت عليا به، هذا اللي ضربوا عليا فيه، بصح زعما طعم ماشي طعم ايفيكاس، انا ما نقولكش طعم ايفيكاس 100% وما كانش كيفه، لا انا هذا دي باناج، هذا سكالوب تصيد به دي باناج، بحر يكون موفيطون ما يكونش كاين لامورس تصيد به، انا دايره نديره دي باناج، انا كي نجبر سردين ولا نجبر كراب ولا نجبر باتاس كارغو ولا نجبر كاراكول نصيد بهم خير، الكذب حرام ما نقولوش نكذبوا على بعضنا بعض وقال ودي هذا لا والله لا قتال والله لا خوتي، انا اعوذ بالله من قوه، انا بالنسبه ليا، انا بالنسبه ليا والصياده اللي نعرفها والعلم لله، والعلم لله انا نصيد به هذا ندير هذه باناج، كي ما نجبرش لامورس كل بحر موفيطا ولا هذا، نخدم دوك المورسويات ونهود به نقصر به، بصح درت به اليابارو، درت به اليابارو لو لو دمار، ودرت به الليتشا هادو درتهم به كيما بهذه الطريقه كيما راك تشوفوا، كيما هذا ما درت له لا ماجيك لا والو، كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه حيطه بهذه الطريقه كيما هذا انا درت به الحوت. بون كان البحر كانت المرايه شويه وهذا، تخدم له بالماجيك،
كيما راه نشوفوا هذا غادي نولي عاود اخوتي كيش تعاود ينخدم بالماجيك. ها كيما راه هذا تقبض العنصر هنايا، كيما راه هذا العنصر تقبضه هنا وطلع معاه. خوتي جاي يعرفوا الصيادين يعرفوا العفسه تاع الماجيك كيش يجي يلوي برك لوي كيما هذا 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 يجي طالع معاه، يجي طالع معاه بالماجيك. هذه هي، وتخلي التالي هنا التالي ما تقبضش بالماجيك، هذا التالي هنا تحتاني ما تقبضش بالماجيك، هذا التالي هنا تحتاني ما تقبضش بالماجيك كيما راك تشوف كيما هذا تجي. هذه هي، هذه هي لامورس تاع سكالوب، هذه هي لامورس تاع سكالوب. زعما كيما فهمتكم من الاحسن ديرها مع السردين، ديرها مع السردين باش يمد الريحه ويكون يكون ايفيكاس، يكون شويه فيه فيه بالتوفيق لخوتي. وكاين واحد الصديق انا سالني تاني، كان طرا عندنا واحد السؤال، تقدر تكرط به، تقدر تاني تخدم به باليد لاتوش، تقدر تخدم به لاتوش، تخدم به لاتوش كيما لي فولار هادو. هادو انا كي نبغي ندير لاتوش نصيد بهاد لي تريبلاكس، نصيد بهم بزاف هاد لي فولار نصيد بهم، خاطر هادو ما يعطيوش الحوت، هادو ماشي كيما لي زامسو الصغار. ولا انا دايما كي نبغي نكرط نكرط بهادو، انا نخدم لاتوش نخدمها بهذا لي فولار الصغار، هادو في ام سي لي فولار صغار شابين. بون هادو ساهلين، هادي سهله، هاي تجيب تقطع سكالوب تقطع مورسوات صغار كيما راه هكذا، هاي تقطع صغار تحطه غير على الامسو هكذا، تحطه كيما راه هذا الامسو، ها تحطه كيما راه هكذا ودي له الماجيك. ها الماجيك تقبض هكذا، تقبض على الامسو ودي له الماجيك، دير له شويه تاع الماجيك كيما هذا وتخلي خلي هاد الشناتف هادو هكذا باش الحوت. علاش علاش لامورس، لامورس دايما تخلي الشناتف كيما هكذا. علاش علاش هادو كي الحوت كي يضرب كي يقلع هاد شويه، يضرب على هاد شويه هذا ويقلع ينتره، ها ودا ها وطار يقلع ينتره، يعرف بلي هاد الحاجه يستبنها ويعرف بلي هاد الحاجه سهله، ماشي كيما تزيرها لها بالماجيك تزيرها لها بزاف 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 تيولي كي ينتر ما يبرم ما يدي والو ما يعاودش يولي لها، بصح كي ينتر شويه ياكلها ويعاود يولي لها، يعاود يولي يضرب المورسو الكبير، يعاودوا لي دائما دائما. هذه ثاني نصيحه نمدها لخوتي، دائما الانسان كي يكون يصيد هاو هنايا تخلي دش نتف كيما هكذا، علاش ياتاكي هنايا يجبد يقلع، كي تجي ساهله الماكله والقليع تجي ساهله يعاود يولي. بصح لو كان صغيرها انت بالماجيك تلويها، بالماجيك تلويها تحنطها بالماجيك تمل تحت تلفو، لامور تجي ثقيله، تجي مزيره وتجي ثقيله، يكون فيها التوش قليل يكون يرفدها خطره وتجي قاصحه وما يقلع والو ما يدي والو فمه ما يعاودش يولي لها، لخاطر ما تجيش ما تجي شويه قاصحه لامور. بون خوتي حنا ان شاء الله باذن الله، انا نتمنى لخوتي التوفيق ويكون ان شاء الله فيه فائده، ان شاء الله باذن الله يكون فيه فائده هذا المونتاج هذا. وهذا الانسان يدير باطا يخدمها يديرها في الدار، نهار اللي يكون يعرف بلي ما كاش لامورس ما عندهاش لامورس ما عندهاش هذا يرفدها ويديها معايا يصيد بها. هذه ثاني راها معلومه فيها فائده ان شاء الله باذن الله. واش نقول لكم خوتي، نطلب ربي ان شاء الله التوفيق للجميع، ربي يوفق الجميع. وشكرا شكرا، والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.